السلام عليكم أعزائي المشاهدين. والأجواء بالخارج حاليا هناك أمطار متفرقة في مناطق مختلفة من الكويت، يمكن الكميات لا بأس بها 2 ملي في فيلتشة، وكذلك في مناطق الشمالية العبدلي وربا وبوبيان تقريبا حول الملي، وإحنا متوقعين إن شاء الله مزيدا من هذه الأمطار خلال الساعات المقبلة بإذن الله تعالى. خلينا نشوف معاكم درجات الحرارة بالنسبة للحالية أو هي العظمى المتوقعة في مدينة الكويت وضواحيها، فاحنا متوقعين تقريبا حول درجات الحرارة نشوفها معاكم يمكن حول 25 إلى 24 درجة مئوية متوقع أن تكون العظمى لهذا اليوم، والصغرى باكر شوية مرتفعة بفعل الرطوبة النسبية العالية التي سوف تؤثر علينا خلال الساعات المقبلة إن شاء الله. والسحب والأمطار مثل ما تلاحظونها تقريبا موجودة علينا إن شاء الله، وتستمر هذه السحب وقد تكون رعدية خلال الساعات المقبلة بإذن الله تعالى. أما الآن فعندنا كذلك انتقالة إلى الاستديو، خارج الاستديو معنا زميل متنبئ الجوي ياسر البلوشي كذلك ليطلعنا على مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة من مدينة الكويت. ياسر بس عطنا شوية أخبار، شو المتوقع وشلون الطقس عندكم بالخارج في مثل هذا الوقت؟ حياك الله اخوي عيسى، مساء الخير الساده المشاهدين. اجواء غيم ومطر خفيف الى متوسط الشده، متوقع ان الامطار تكون رعديه خاصه في الفتره المسائيه من اليوم. اعزائي المشاهدين، الوضعيه هذه متوقع ان تستمر معانا ان شاء الله لباكر يوم الاربعاء الفتره الصباحيه، وهذا طبعا كله ناتج عن امتداد منخفض السوداني اللي أثر علينا في هذا الوقت من السنة. وإن شاء الله الأجواء راح تبرد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تقدم جبهة هوائية باردة، تتجه الرياح تدريجيا إلى الشمال الغربي يوم الخميس، وويك أند إن شاء الله بيكون بارد، وأيضا رياح شمالية غربية معتدلة راح تنشط خاصة على البحر أخوي عيسى، ولكن الأجواء إن شاء الله تكون جدا جميلة، والحرارة الصغرى متوقع أنها تكون ما بين 5 إلى 7 درجات بإذن الله. وعودة لك أستاذ عيسى. شكرا شكرا ياسر البلوشي، كان معنا في مدينة الكويت وعلى البحر مباشرة كذلك مثل ما خبرنا بالنسبة لأجوانا. نشوف معكم نتابع الطقس عندنا خلال 24 ساعة المقبلة. السحب لا تزال منتشرة من الأطراف الغربية في الكويت واتجاها إلى تقريبا الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية على المملكة العربية السعودية جدة، كانت هناك أمطار غزيرة مثل ما شاهدت بعض الفيديوهات اللي وصلت لنا ينبع إلى المدينة المنورة، كذلك لاحظ السحب امتدادها إلى الكويت وفرصتها إلى العراق كذلك، وتكون قوية في المناطق البحرية خاصة في المناطق الشمالية الشرقية من الخليج العربي وسواحل إيران. هناك الشدة مثل ما تلاحظون السحب وانتشارها، كذلك السحب مستمرة بتأثيرها تتحرك تدريجيا وتتحول الرياح خلال نهار الغد بعد الظهر بعد العصر، فتنخفض الأجواء فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا. متوقعين يعني أجواء الشتوية بدأت تقترب على المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية والهواء الشمال الغربي، نلاحظ تدريجيا خلال يوم الخميس والجمعة إن شاء الله هذه السحب سوف تؤثر كذلك على البحرين على قطر وامتدادا إلى الإمارات العربية المتحدة، بعدها يوم السبت على اللي هم الإخواننا في سلطنة عمان كذلك. بالنسبة للكويت عندنا الليلة تستمر الأجواء الغير مستقرة وقد تزيد هذه الأمطار، يعني استمرارها مثل ما لاحظ أكثرها الساعة 12 منتصف الليل على مدينة الكويت وفي داخل جون الكويت، والرياح الجنوبية الشرقية تساعد كذلك أن تحمل كمية أكبر من الرطوبة وتخلي فرصة الأمطار أكثر، فنشاط وارتفاع بالأمواج. نلاحظ كذلك أن السحب في على المناطق البحرية والجزر قوية، لما نتجه إلى هذه المنطقة تلاحظون أقوى وأشد الأمطار راح تكون على السواحل الشمالية الشرقية من الخليج وقرب إيران كذلك، وكذلك اللي هي المناطق الجنوبية. لذلك ننوه إخواننا المرتادي البحر، يعني ما ننصح أبدا لخروج البحر خلال الساعات القادمة 24، ولاحظوا الرياح القوية هذه راح تكون كذلك حتى باكر الصبح واستمرار شدة الأمطار القوية مثل ما تلاحظونها كذلك على وربة وبوبيان، هذه الأقوى راح تكون
الشمال، الاخوان المخيمين صوب الصبيه كذلك يخلون بالهم في المناطق هذه، الحراره شوي شوي تنخفض والهواء شمالي شرقي، وهذا يزيد من قوة توقعنا للأمطار. هذا باكر الصبح تقريبا والعصر خلال الساعة الثالثة مساء، كذلك السحب تخف تدريجيا فتقف الأمطار في المناطق الشمالية مع دخول المرتفع الجوي، ولكن تزيد على المناطق الجنوبية الحدودية، فاللي راح إن شاء الله هاتم كذلك باكر هالمناطق راح تتأثر، وكذلك في منطقة الخفجي هي الأشد بالنسبة للأمطار المتوقعة، وتستمر تدريجيا تخف الهواء الشمال الغربي وانخفاض الحرارة تلاحظونه مرة واحدة من فوق ال 24 25 درجة إلى 17 درجة مئوية، يعني الهواء البارد راح يدخل علينا بشكل شديد جدا، وتنخفض الحرارة إن شاء الله خلال الساعات المقبلة بإذن الله تعالى. هذه الساعة 9 مثل ما لاحظنا، فالبرد راح يأتينا بشكل سريع، المد مثل ما قلنا والبحر ما ننصح فيه في مثل الأحوال المتقلبة، 12 و46 راح يكون المد الأول، 3 و5 إن شاء الله راح يكون المد الثاني، 8 و27 الجزر الأول والجزر الثاني، الساعة 8:07 من تقريبا صباح الغد بإذن الله تعالى. تنتهي النشرة أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة النشرة السياسية بإذن الله تعالى، ونشوف معاكم كذلك درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله خلال 24 ساعة المقبلة.